إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات صوت العرب والقرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة وإذاعة القاهرة الكبرى إلى موجتنا، موجة شبكة البرنامج العام لنقل شعائر صلاة الفجر من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام. الميكروفون الآن بصحبة زميل كمال نصر الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وننقل لكم على الهواء صلاة الفجر في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم الطيب المبارك، شهر رمضان المعظم الذي خصه الله تعالى بالمزيد من النفحات والبركات، وجعله تاج الشهور ودرة الزمان. فالخير كل الخير في هذا الشهر الكريم الذي أنزل الله فيه القرآن وجعله شهر الهدى والفلاح، كما جعله شهر الانتصارات الكبرى في تاريخ الإسلام. وهذه هي ليلة العاشر من هذا الشهر الكريم التي نتذكر فيها جميعا نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر من عام 1973، وهو النصر المبين الذي أيد الله به جيش مصر العظيم فاستعاد بفضل الله أرضه المسلوبة، وأعاد بتوفيق الله العزة والكرامة لكل مصري بل وكل عربي. فحي الله جيشنا العظيم في يوم ذكرى هذا النصر المجيد، نصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر. أيها الإخوة المؤمنون، وإن من أهم أسباب النصر الثقة في الله والتوكل على الله والإيمان واليقين بأن النصر بيده، وأن الفوز والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة في ظل طاعته سبحانه والتمسك بهدي كتابه العزيز. وهذا هو شهر رمضان، شهر القرآن، فليكن القرآن الكريم في هذا الشهر العظيم أنيسنا، فإن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. أيها الإخوة المؤمنون، وهذه روضة القرآن تدعونا، فلننصت خاشعين متدبرين لآيات الذكر الحكيم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر
بشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وجعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإن لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم
حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم
فيها سبلا الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون والذي لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له
وتقولوا سبحان الذي سخر لنا وما كنا له مقرنين وإن وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مان مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا وجعلوا الملائكة أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقال
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة. نطلع الإرشاد، اضرب. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير
إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإسلام والإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورتي الشورى والزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر. اللهم هذه أيدينا إليك ضارعة وقلوبنا إليك خاشعة، نسألك مسألة البائس الفقير، ونضرع إليك ضراعة اللائذ المستجير. اللهم ارفع عنا ما نزل من الوباء، واكشف عنا ما حل من البلاء، وعافنا يا ربنا من جميع الأمراض والأوجاع والأسقام، وابسط بساط أمنك وسترك وفضلك وكرمك وجودك علينا وعلى بلادنا وعلى جميع بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، وما زلنا نعيش في رحاب هذا الشهر الكريم العظيم المبارك، شهر رمضان، شهر الهدى والنور، شهر القرآن، شهر الانتصارات الكبرى في تاريخ الإسلام. ما زلت يا رمضان شمس هداية تأتي فتأتلق الدنا وتنور، ما زلت فينا وثبة سباقة نحو العلاء تحثنا وتبشر، ما زلت بالإيمان تمضي وانتصارات الهدى والمجد لا تتغير، ما زلت فينا نفحة من يوم بدر ترتوي منها النفوس فتزهر، والعاشر الميمون منك تحية يوم العبور تجلنا وتوقر، بوركت يا رمضان يا شهر التقى وبقيت فينا بالفلاح تذكر. أيها الإخوة المؤمنون، يؤذن بصلاة الفجر في 3:48، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات التي يقدمها المبتهل الشيخ محمد علي جابين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده صدق وعده، وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا واحفظ مصرنا واحفظ جيشنا يا أكرم الأكرمين يا رب.
والطير يشدو في الغصون مسبحا والله بالأرزاق لا ينساها فيها المساجد فيها المساجد علقت أرواحنا وتلاوة القرآن ما أبهاها والكون يشهد عزها والله في القرآن قد حياها يا خير جيش يا خير جيش بالعزيمة والتقى يا خير جيش بالعزيمة والتقى يحمي البلاد يحمي البلاد يحمي البلاد ولا يريد سواها يا خير جيش بالعزيمة والتقى يحمي البلاد يحمي البلاد ولا يريد سواها في ست ساعات أتانا نصرنا والنصر حالا فأرضها وسماها من شرق مصر وغربها وشمالها وجنوبها الكل قام فداها والشعب يحيا كالنسيج الواحد والشعب يحيا كالنسيج الواحد بل ما استجاب لفتنة أوتاها عاشوا على نور المحبة والوفا كالشمس قد محت الدجى بضياها عند الشدائد عند الشدائد والصعاب تحملوا وتجمعوا في وجه من عاداها يا رب يا يا
أرض مصر ونيلها يا رب يا رب يا رب فاحفظ أرض مصر ونيلها من كل سوء واحمها يا رب فاحفظ أرض مصر ونيلها من كل سوء واحمها وارعاها ادخلوها آمنين بإذننا سبحان من بالأمن خص حماها الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الصلاة خير من النوم. الصلاة كذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ليبدأ صوم يوم جديد من هذا الشهر الطيب الكريم المبارك. وقد رفع الأذان بعد أن قدم فاصلا طيبا من الابتهالات والأدعية المبتهل الشيخ محمد علي جابين هنا في رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لكم على الهواء صلاة الفجر في هذا اليوم الميمون الطيب الكريم الأغر العاشر من شهر رمضان المبارك الذي نتذكر فيه ذكرى عزيزة غالية على قلب كل مصري وقلب كل عربي وقلب كل مسلم، وهي انتصار العاشر من رمضان الموافق للسادس من أكتوبر من عام 1973، ذلك النصر العظيم الذي أيد الله فيه جيشنا المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، وما شرع الصوم في هذا الشهر الكريم إلا لكي ينتصر الإنسان على شهوات نفسه، فمن قدر على كبح جماح نفسه فهو على كبح جماح عدوه أقدر، ولذلك كان انتصارنا وانتصار جيشنا العظيم في مثل هذا اليوم الطيب الكريم الأغر العاشر من رمضان. إن الصيام ما شرع إيذاء ولا تعذيبا، وإنما شرع الصيام تربية وتهذيبا، وما الامتناع عن الطعام والشراب والشهوات في نهار رمضان إلا لون من تربية النفس وحملها على الصبر وارتقاء بها في مدارج الصفاء والنقاء حتى يصل الإنسان إلى تحقيق درجة التقوى التي هي الغاية الحقيقية من الصوم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد ورد عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، فالصيام الحقيقي مع الامتناع عن الطعام والشراب هو امتناع قبل ذلك عن كل ما يغضب الله تعالى.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام دنة أي وقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أيها الإخوة المؤمنون، والآن يقام للصلاة التي يؤمنا فيها القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم رحمكم الله، سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف لامتنان الصلاة. صلوا صلاة المودع، ارحمني وارحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين،
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت
نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك يا أكرم الأكرمين. اشرح صدورنا وارحم أمواتنا واحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء يا أرحم الراحمين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل أول يومنا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا صلاتنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، نقلنا لكم صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب الكريم المبارك العاشر من رمضان، ذكرى انتصار السادس من أكتوبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم على بلادنا دائما نعمة الأمن والأمان والانتصارات الكبرى. تحية من القلب عاطرة لجيشنا العظيم في هذه الذكرى المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، أمنا في الصلاة وكان معنا قارئا القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، وكان معنا مبتهلا المبتهل الشيخ محمد علي جابين، ونقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية مهندس صوت الزميل محمد الورداني، وتقبلوا تحيات زملاء بكنترول الإذاعة المهندس حسام هشام ومحمد فتحي وسيد رجب. أشرف على تنفيذ هذه الإذاعة الخارجية من التخطيط الديني الزميل سلامة رشدي. من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، تقبلوا تحيات كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الخميس
الموافق للعاشر من رمضان من عام 1442 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للثاني والعشرين من شهر أبريل من عام 2021 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.